أما وجبات الغداء والعشاء فالثابت فيها عند البغداديين الرز والمرق والقوزي، وتعتبر هذه الأكلة هي سيدة المائدة، وبدونها قد يكون الطعام غير مكتمل. التمن والمرق وجبة أساسية تكاد تكون يومية، فبعضهم يضيف الباذنجان والفاصوليا والشجر أو الاسبانار أو ما يعرف بالقرنبيط والحمص وأنواع من الخضروات الأخرى. تطبخ كل منها بطريقة تختلف عن الأخرى مع إضافة قطع اللحم في الغالب.